بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا في قناتنا خربشات، جبنا لكم فيديو جديد. زي ما انتم شايفين الحيوانات في افريقيا كلها مستهدفة من قبل الصيادين، ضربة السهم مباشرة في كتف الحيوان مباشرة. طبعا ده نوع من انواع الظباء الافريقية. شايفين الحيوان وضربة السهم. طبعا القلب بالنسبة للحيوان ده الطرمبة اللي بتضخ الدماء. شايفين وقف قلبه، وقف مباشرة، سقط الحيوان. طبعا هو مستهدفه القلب والرئتين. سبحان الله، وقف تاني الحيوان على قدميه. كده الحيوان سقط صريع. طبعا ندعو مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان اشتركوا معانا، وهنوعدكم اللي جاي باذن الله تعالى احلى واحلى واحلى باذن الله تعالى. هنا صيد غزال السهم نفد ونزل في الميه، في بركه الميه اللي قدامنا. لاحظوا العاده، طبعا السهم عدى ونزل في الارض. لاحظ في الاعاده، الصيد له وضع استعداد وشد القوس. ولا تنذير قدامكم شايفين، اصابه مباشره. ده حيوان النمو الافريقي. Great shot, great shot. He's dead. اللي هو فيه القلب. سامي حرب. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.